هيرو أونودا، آخر عسكري حط سلاحه في الحرب العالمية الثانية. أجيو نكتشفوا جميع قصة هيرو أونودا ونشوفوا علاش بقى كيحارب 30 عام على بركة الله. 19 مارس 1922 في قرية كاميكاو في عمالة واكاياما في اليابان غادي يتزاد هيرو أونودا. من صغره هيرو تبلى برياضة الكيندو، واحد الرياضة ديال المبارزة بالسيوف اللي كانوا كيمارسوها الساموراي من زمان. هيرو كان من سلالة حربية، الأب ديالو كان سيرجون في فرقة خيالة الجيش الياباني، وجدودو الوالا كانوا كيحاربوا مع الساموراي. هيرو كان راسو قاصح وما كيسمعش لهضرة والديه والأساتذة ديالو. فاش دار 17 عام هيرو دخل يخدم في طاجيما يوكو، واحد الشركة مختصة في التصدير والاستيراد. غادي يخدم معاهم شوية ومن بعد غادي يطلب ينقلوه لفرع الشركة في شينوا. بقى هيرو تما حتى وصل لعشرين عام، حتى غادي يعيطوا ليه يرجع للخدمة العسكرية. رجع هيرو لبلادو ودخل مع فوج الموشاة 61 ديال واكاياما. في 1943 غادي يصيفطو للمدرسة العسكرية ناكانو، فين غادي يتلقى التكوين ديالو مع فرقة القوات الخاصة فوتاماتا. هيرو تعلم العمل الاستخباراتي وكيفاش يجمع المعلومات، ولا كيتقن حرب العصابات. هيرو و 43 عسكري اخرين غادي يصيفطوهم للفلبين، فين كانت ديك الساعة نايضة الحرب ديال الباسيفيك، وفين كانت اليابان بدات كتخسر بزاف ديال المواقع ديالها ضد الامريكان. قبل ما يمشي هيرو للحرب الماجور ديالو تاناغوشي غادي يقول ليه ما عندكش الحق تموت، ما عمرك تستسلم، وراك تقدر تبقى تما من 3 حتى ل 5 سنين، وكون على يقين انه شنو موقع غادي نرجعو عندك. نهار 26 ديسمبر 1944 هيرو لحتو الطيارة في جزيرة لوبونك في الفلبين، وكانت المهمة ديالو هي يسير الجنود اللي معاه ويجمع على القوات الامريكانية والفلبينية ويدمر التجهيزات ديالو. في عام 1945 القوات ديال الحلفاء غادي يقدروا يسيطروا على الجزيرة اللي فيها هيرو. العسكر ديال اليابان غادي يقرروا يتفرقوا لمجموعات صغيرة ويواجهوا العدو بطريقة حرب العصابات. هيرو غادي يدي معاه 3 ديال العسكر، شيمادا، كوزوكا وآكاتسو، وغادي يدخلوا للأدغال. كانوا ديما كيبدلوا بلاصتهم وما كيخليو موراهم حتى شي آثار. نعاسهم كان خفيف وديما كيكونوا على بال. كانوا عايشين بالروز، الكوكو والبنان، وكانوا كيسرقوا 3 ديال البقرات في العام، كياكلوا منهم واحد 3 ايام والباقي كيبسوه. هيرو وصحابو حمقوا الميريكانيين، كانوا بحال الجنود، كيهجموا الزربة، كيقتلوا، كيحرقوا، كيخربوا، كيسرقوا السلاح، وفي بلاصة كيغبروا في الجبال. ميريكان غادا تضرب اليابان بجوج ديال القنابل النووية في هيروشيما وناكازاكي، واللي غادي يقتلوا أكثر من 140,000 شخص، وهادشي اللي غادي يدفع الإمبراطور الياباني باش يعلن الهزيمة ديال الجيش ديالو ويستسلم. في أكتوبر من عام 1945 غادي يلوحوا الطيارات على الجزيرة من شورات كتعلمهم باللي الحرب سالات. هيرو والمرؤوسين ديالو غادي يلقاوه، ولكن غادي يقولوا هادشي غير حيلة قديمة باش نخرجوا من الغابة ويفوزوا بينا من غير أوكاتسو، اللي غادي يقرر يهرب ويسلم راسو للعسكر ديال الفلبين. واخا بقى تالف في الغابة 6 شهور، المهم وصل. أوكاتسو غادي يخبر السلطات بلي راه واحد 3 ديال العسكر مازال كاينين في الجزيرة، وبلي راه عند بالهم الحرب باقا ما سالاتش، وراهم يقدروا يقتلوا اي واحد شكوا فيه من الاعداء، وغادي يعاودوا يلوحوا عليهم منشورات جديدة ثاني فيها الجنرال ديالهم باش يحطوا السلاح، ولكن ما غاديش يثقوا بهم. هيرو كان متأكد انه اليابان ما خسراتش الحرب، واخا كان كيسرق الجورنال مرة ويلقى فيه الاخبار كتقول بلي الحرب راها سالات، وقدر يسرق حتى راديو كيسمع فيه شنو واقع في الدنيا، كان ديما كيقول هادو غير القوالب ديال الميريكان باش نخرجوا ويقتلونا. اصلا حنا اليابانيين ما عندناش الاستسلام في قاموسنا، وكون خسرات بلادي الحرب كون ما بقى حتى شي جابوني على وجه الارض. في 1954 هيرو غادي ينظم واحد الهجوم على القوات الفلبينية، وغادي يتشابك معهم، قدر يقتل منهم واحد العدد ديال العسكر، ولكن في نفس الوقت غادي يقدروا يقتلوا صاحبو شيمادا. هيرو غضب وقسم بالله يطير الظالم، وغادي يبقى هو وكوزوكا كيجمعوا المعلومات الاستخباراتيه، كيقتلوا في الفلاحه والعسكر والبوليس ديال الفلبين.
الحكومة اليابانية غادي تجيب لهم عائلاتهم باش يقنعوهم يستسلم. حتى الاب ديال هيرو اللي في عمره 82 عام غادي يجي يبقى يدور في الجزيرة يعيط على ولده تيقول ليه الله يهديك ولدي رجع اولدي الله يرضي عليك راه الحرب سالت راه امي كتسناك. ولكن اللي فراسهم فراسهم كانوا مقتنعين باللي راه بزو على عائلاتهم يجيو وباللي هادشي غير التحرميات ديال امريكا ومية في المية غيكونوا اعتقلوهم الاعداء وفرضوا عليهم يديروا هادشي باش يقلبونا ونخرجوا نستسلم. هيرو كان كيقول لصاحبو لا ما غاديش نتيقو بيهم والله لا داروها بينا. فعام 1972 غادي يموت كوزوكا اخر عسكري بقى مع هيرو فواحد الشباك مع العسكر ديال الفيليبي. الجيش الياباني كان كيسحب لهم بلي كوزوكا وهيرو ماتوا مش حال هادي ولكن فاش غادي يستلموا الجثة ديال كوزوكا غادي يقولوا راه هيرو يقدر يكون باقي حي وغادي يصيفطوا فرقة ديال العسكر يقلبوا عليه. ولكن هيرو كان ولا حافظ الجزيرة غار غار شجرة شجرة حجرة حجرة ورجع خبير في تقنيات التخفي في الغابة. فعام 1974 واحد طالب سميتو ناريو سوزوكي كان خرج من القراية ولا هيبي ما لقى ما يدار هو يقول مع راسو غادي نمشي نحقق ثلاثة ديال الحاجات نشوف البوندا واحد الحيوان في طور الانقراض لياتي واحد الحيوان اسطوري ياباني ونتلاقى مع هيرو اونوتا. وصل سوزوكي للجزيرة وبقى كيقلب على الاثار ديال هيرو حتى غادي يوقف عليه هيرو بسلاحه. سوزوكي كان عارف بلي هيرو غادي يتنوى فيه اول ما شاف هيرو قال ليه هيرو صن الامبراطور والشعب الياباني مخلوع عليك اش باقي كدير هنا مع الشيطان ورجع لداركم الحرب راه سالات من زمان وانت جالس هنا كتقتل في عباد الله ما داروا ليك والو. وقال له يمشي معاه يرجع لدارو وراه عائلته باقا كتسناه. هيرو رفض يقتنع بفكرة ان اليابان خسرات الحرب حيت الاستسلام ما كانش عنده في القاموس. وقال ليه غير كون هاني راه الضباط ديالي غادي يجيو عندي فاش تسالي الحرب. هيرو تاق في سوزوكي وعرض عليه العشاء. سوزوكي بقى كيعاود له على اليابان كيفاش ولات من مور الحرب وبلي راه كلشي كيسول عليه وبلي والديه مازالين بالحياة. في الصباح قبل ما يمشي سوزوكي طلب من هيرو يصورو باش يثبت للعالم بلي راه القائد. قبل ما يودع سوزوكي هيرو سولو شنو الحاجة اللي تقدر تخليك تحط سلاحك وتستسلم. هيرو قال ليه نقدر نستسلم في حالة وحدة هي الا جا عندي الشف ديالي الماجور تاناكوشي. سوزوكي وعدو بلي غادي يمشي يقلب عليه ويجيبو ليه حتى لهنا. مشى سوزوكي مباشرة للسفارة ديال اليابان في الفلبين وقال ليهم بلي راه هيرو باقي حي وبلي ما غادي يستسلم حتى يقولها ليه الشف ديالو. تاناكوشي الشف ديال هيرو كان ديك الساعة سلام العسكر ولا كيبيع الكتوبة في اليابان. قدر سوزوكي يقنعو بلي راه هو الامل الوحيد اللي بقى باش هيرو يحط سلاحو وغادي يقبل تاناكوشي يمشي معاه للفلبين. وصل سوزوكي وتاناكوشي للجزيرة نصبو الخيمة ديالهم وبقاو كيتسناو هيرو يبان. كيخرج ليهم هيرو غادي يعطيه الشف ديالو لوردر باش يحط سلاح. هيرو ما غاديش يفكر زوج مرات وفي البلاصة غادي ينف وغادي يسلم الشف ديالو المكحلة وسيف الساموراي و500 قرطاسة اللي كانت باقية عليه. هيرو غادي يتصدم منين غادي يعرف بلي راه الحرب سالات هادي 30 عام وبلي هادوك الناس اللي قتل كانوا ابرياء ماشي اعداء. وما تقبلش فكرة انه اليابان تكون استسلمات حيت هو تربى على مبدا واحد يا نربح يا نموت. هاد 30 عام اللي دوزها هيرو في الادغال قتل 30 فيليبيني وجرح اكثر من 100 اخرين. كان كيمشي يحرق الغله ديال الفلاحه اللي في الجزيره هو عند بالو باللي راه ديال قوات الحلفاء. هيرو غادي يمشي عند الرئيس الفلبين فرديناند ماركوس باش يسلم ليه السيف ديال الساموراي ديالو. فرديناند ماركوس كان حنين على هيرو وغادي يصدر بحقو عفو رئاسي على كاع الجرائم اللي ارتكبها في الجزيره واعتبر انه ما كانش عارف باللي راه الحرب سالات. رجع هيرو لليابان واستقبلوه استقبال الابطال والشعب كله كان فرحان به. الوالده ديالو كانت كتسناه في المطار وغادي رد ليها واحد الخنجر كانت عطاتو ليه قبل ما يمشي للحرب. قالت له الا شدوك العديان قتل راسك به عيش ديما حر وعمرك تكون اسير. هيرو غادي يستقبلو الرئيس الياباني وغادي يهنيه على الوطنيه والتضحيه ديالو في سبيل اليابان وغادي يخلص ليه السالير ديال كاع ديك العوام اللي بقى فيها في الفلبين. هيرو خطبوه اكثر من 100 بنت حيت كانوا كيعتبروه مثال ديال الوفاء والتفاني في حب وخدمه الوطن. هيرو ولا بطل قومي
ورجع فكر الأجيال الجديدة بالقيم السامية ديال الشعب الياباني. هيرو كتب السيرة الذاتية ديالو في كتاب سماه No Surrender My 30 Year War Last Islam 30 عام الحرب ديالي. من بعد عام في اليابان هيرو ما عجبوش الحال تما، ما ولفش العيشة في المدينة، وفي نفس الوقت لقى التران هراب عليه والوقت تبدلات بزاف. غادي يجمع حوايجو ويمشي يعيش في البرازيل حدا خوه الصغير. غادي يشري فيرما يربي فيها الماشية، وغادي يلقى واحد بنت الناس اللي يكمل معاها دين. 1984 هيرو غادي يرجع لليابان، وغادي يأسس مدرسة كيعلم فيها للدراري الصغار كيفاش يعيشوا في الطبيعة، وكيزرع فيهم القيم الأخلاقية الإيجابية. في 1996 مشى هيرو لوبانغ، الجزيرة اللي بقى فيها أكثر من 30 عام، وغادي يتبرع لهم $10,000 باش يبنيو مدارس للدراري الصغار، وغادي يعتذر للسكان المحليين على الجرائم اللي دار في الجزيرة والرعب اللي كان زارع فيهم. هيرو أونودا غادي يموت نهار 16 يناير 2014 هو في عمره 91 عام. مات هيرو غادي يخلي موراه عبار كثيرة ديال التضحية، الوفاء، الفخر، الإصرار والتفاني في خدمة الوطن، وباللي الاستسلام غير وارد في القاموس ديالو، إما يربح إما يموت. كانت هذه هي قصة هيرو أونودا. وانت وانتي شنو هي قصتك؟ إلى عجبتك قصة هيرو أونودا وأثرت فيك وكنتي من عشاق المحتوى الهادف، شارك في القناة وفعل زر الجرس، وكتب لينا في التعليق شنو كتعرف على هيرو أونودا، وما تنساش تكتب لينا الشخصيات اللي بغيتي تشوف في الحلقات المقبلة. السلام عليكم.